أخبارنا المحلية البداية ستكون من ولاية تبسة، حيث توصل المحققون في قضية اختطاف الفتى أيمن غيلاني صاحب 13 سنة من مقر سكنه بمدينة الحمامات وإلقائه في العراء على مستوى الطريق الوطني رقم 16. توصلوا إلى أن الوالدة هي من قامت بتقييد ابنها بواسطة الشريط اللاصق، ووالده هو من قام بربيه معرضا إياه إلى خطر حقيقي كاد أن يودي بحياته لولا تدخل المواطنين في الصباح الباكر. قاضي التحقيق بمحكمة تبسة وفي ساعة متأخرة من يوم أمس أمر بإيداع الأب والأم السجن المؤقت بتهم تتعلق باختلاق وفبركة جريمة وهمية والتصريح الكاذب وتعريض حياة قاصر للخطر. نواصل أخبارنا المحلية، حيث تعرف سوق العجلات المطاطية الخاصة بالسيارات النفعية والتجارية بولاية سطيف تعرف اهتزازات من حيث الجودة بين أوساط مستعملي الطريق وكذا الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك وقبع الغش، أين راح الكل يوجه أصابع الاتهام إلى المستوردين. التفاصيل في تقرير فارس شايبة. ذلك نواصل أخبارنا وإلى قطاع السكن الآن. طمأن المدير الولائي للسكن بولاية تبسة المكتتبين بخصوص سكنتهم كون صفقة الإنجاز تم منحها في الأيام القليلة الماضية لشركة تركية ستتكفل بالعملية، مشيرا إلى أن ولاية تبسة حظيت بحصة معتبرة من السكنات وصلت إلى 39 ألف سكن، وهذا بعض شكاوي يقول ممثلي مكتتب عدل المتكررة. سليم تريد رصد التالي. قطاع السكن استفاد بحوالي 39,600 وحدة سكنية كل الأنماط، تقريب كل البرنامج منطلق، يعني أكثر من 32,800 منطلق فيها، عندنا 19,000 منتهي بها الأشغال و 13,000 جاري بها الأشغال. نقول باللي برنامج عدل راهي، يعني السلطات راهي على قدم وساق، سواء المركزية أو المحلية، باش ننطلقوا في هذا البرنامج إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. ويوم الاثنين 3 أكتوبر تقدمت مقاولة تركية إلى عين المكان باش تعاين المكان باش تباشر الإجراءات القانونية إن شاء الله. مشروع عدل تبسة 2 وعدل تبسة 1 اللي ما تحركوا ما بنت عليه حتى حاجة، رغم أنه كاين سكنات مغلقة منذ 7 سنوات في حي الباتيجاك. طلبنا يرفعوا تحقيق، يفتحوا تحقيق على سكنات هذه. نعود بكم مشاهدينا إلى الموضوع المتعلق بجديد أو قضية اختطاف الطفل أيمن غيلاني، حيث توصل المحققون في هذه القضية إلى طبعا من بعد قول اختطاف الفتى أيمن غيلاني بولاية تبسة صاحب 13 سنة من مقر سكنه بمدينة الحمامات وإلقائه في العراء على مستوى الطريق الوطني رقم 16. توصلوا إلى أن الوالدة هي من قامت بتقييد ابنها بواسطة الشريط اللاصق، ووالده هو من قام برميه معرضا إياه إلى خطر حقيقي كاد أن يودي بحياته لولا تدخل المواطنين في الصباح باكر. هذا وقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة تبسة بإيداع الأب والأم السجن المؤقت بتهم تتعلق باختلاق وفبركة جريمة وهمية والتصريح الكاذب وتعريض حياة قاصر للخطر. معنا عبر الهاتف المحامي أمين بن يحيى. صباح الخير أستاذ. للأسف انقطع الاتصال. على كل سنعود إلى هذا الموضوع في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. نواصل مشاهدينا أخبارنا المحلية وإلى ولاية سطيف، حيث تعرف أو سوق العجلات المطاطية الخاصة بالسيارات النفعية والتجارية بهذه الولاية تعرف اهتزازات من حيث الجودة بين أوساط مستعملي الطريق وكذا الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك وقمع الغش، أين وجهت أو وجه الكل أصابع الاتهام إلى المستوردين؟ نتابع التفاصيل أكثر في تقرير مراسلنا فارس شايب.
تواجه سوق استعمال العجلات البطاطية الخاصة بسيارات نفعية وتجارية بولاية سطيف حربا ضروسا بين مختلف الماركات العالمية سيما منها الكورية والصينية التي تتضارب أسماؤها في حرف واحد يجعل المواطن البسيط يدفع ثمن فاتورة هذا التقليد. عملية التقليد هذه مست كل المنتوجات وخاصة البكات راح تمست يعني حتى في بعض الأحيان قطع الغيار ومنها العجلات المطاطية نتاع السيارات المقلدة اللي هي المفروض يعني العلامة تاعها من دولة كوريا الجنوبية وإن واللي دخلت هنا للسطيف عبر أحد المستوردين هي مصنوعة في دولة الصين. رواندا خويا تاع المرة هذه مش مليح مرة، أما روان تايوان تركبهم مو شهر شهرين يروحوا يشقعوا ويكراطيوا هذا وين طي الزوج ولا تدغش ولا المهم على جال الدراهم ماك تشوف الناس هاك الدوره تلقى سياره في بلاصه متقلبه سياره بسخاسها موتة في الطريق هو يقول لك هاو دار السرعه ثاني والناس مش غير على السرعه ثاني هم ثاني العجله ثاني هم يبيعوا فيهم مغشين. ومن جهة مصالح قمع الغش بمديرية التجارة بولاية سطيف التي نفت جملة وتفصيل وجود هذه المضاربة والتقليد بدليل عدم تقدم أي ضحية للجهات المختصة. بصفتي كمكلف عن مصلحة مراقبة النوعية وقمع الغش لم يتقدم أي تاجر أي مستورد يشكو من تقليد العلامة التجارية اللي هي علامة كورية وليكن في علم الجميع بأن العوان توعنا هناك فرقة متخصصة في مراقبة المواد في مراقبة قطع الغيار بما فيها الإطارات المطاطية ولم يلاحظوا هذا النوع من العجلات. إلى حين ثبوت الجرم المنسوب للتجار تبقى الحيطة والحذر من هذه المواد التي ربما تكون السبب الأول في ارتفاع نسب حوادث الطرقات بالجزائر. إلى واقع التنمية الآن بحي سيدي غالم ببلدية طفرة ولاية طهران حيث يعيش سكان هذا الحي حياة بدائية نتيجة غياب الضروريات الأساسية للحياة حيث طالبوا من المسؤولين التدخل وبرمجة جملة من المشاريع التنموية التي من شأنها فك العزلة عنهم والتكفل بانشغالاتهم اليومية التي يصفونها بالمتدهورة. ميكروفون سارة فرندي. الصالح اللي تقولوا كاين ما كاش كاع يجوا واه رانا في شحال من عام دوك نديروا ديك الصالحه دوك نديروا رانا نسمعوا كيما هكا ما كاش كاع نطلبوا من ذي المسؤولين وفروا لنا ذي الصوالح حنا جزائريين ماناش اجانب ولا ما قليل علينا ما كاينش انا مخصي في الطريق راه شويه عندنا ضايع طبيب لابيلانس نسحقوا لابيلانس تقعد لنا هنا الحوايج اللي راكم تشوفوا فيها كما راكم تشوفوا فيها يعني قريه كلش راكم تشوفوا فيه هنا كاع كما راه موجود صوالح اللي مضرورين فيه هما هذو الاساس اللي رانا مضرورين فيه. قامت البلديه ببعض المشاريع يعني حاولنا نحسنوا الصوره ونحسنوا حتى القريه قمنا بمشاريع بتهيئه حضاريه قمنا ببناء مكتب بريد انها حتى ملحقه اداريه يعني شهاده ميلاد تخرج تما في القريه في نفس المكان وبقات بعض النقائص رانا نحاولوا نديروا رانا نبذلوا مجهودات باه نحوا كل هذه النقائص. إلى الشأن الفلاحي تحوز ولاية تيارت على أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي التي تستغل في زراعة الحبوب والتي تراجع إنتاجها في المواسم الأخيرة لعدة عوامل طبيعية حسب آخر الإحصائيات المستقاة من جهات رسمية. يقول ديار بن داوود. تعتبر ولاية تيارت من الولايات الهامة في إنتاج الحبوب الذي أصبح يتراجع في السنوات الأخيرة لعدة عوامل من بينها نقص المردودية خاصة بالنسبة لبذور الشعير التي أصبح الفلاح يطالب بتحسينها للزيادة في المردودية. المدى بيا كانت تكون يعني دوتر كاليتي تاع لي سومونس باه يعني نزيدوا نطوروا في الإنتاجية.
مثلا في كيما الزرع نتاعنا احنا يعني الزرع اللي راهم يجيبوه لنا احنا عندنا هنايا يعني راه ليميتي جينيتيك مو ليميتي ما يفوتش 35 يعني جربناه ما يفوتش عندنا احنا 35 قنطار في الهكتار. احنا ماذا بينا يجيبوا لنا يعني زرع اللي يدير حتى ال 100. الجهات المسؤولة تؤكد الذهاب في ميدان تطوير البذور في وقت يتم تدعيم البذور المحلية التي تعتبر أكثر صمودا وتلاؤما مع المنطقة. عندنا على مستوى ولاية تيارت لو بلو ريبوندي سي سعيدة وعندها روندمون كي ديباس لي 15 كانتو بار هكتار، هذا بلا إيريغاسيون سون إيريغاسيون. وإن شاء الله بربي احنا عندنا أن أوبجيكتيف هو أن بوت تاع لي فون دو سومونس. العام اللي فات درنا 90,000 وهذا العام رانا نقولوا ان شاء الله بربي نرحقوا 95,000 كانتو. استعمال تقنيات جديده من الري بالتقطير والري التكميلي للحبوب لتفادي خساره في الموسم الفلاحي، كذلك استعمال يعني المواد الكيميائيه بعقلانيه، استعمال كذلك الادويه بعقلانيه، والنقطه الاهم هي امتصاص اراضي البور عن طريق استغلالها عن طريق زراعه البقوليات اللي اصبحت يعني حتميه. القطاع الفلاحي بولاية تيارت ورغم تحقيق نتائج متوسطة في الإنتاج سنويا إلا أنه لا يزال يحتاج لتطبيق مختلف التقنيات الحديثة التي يبقى من خلالها الفلاح مجبر على مسايرتها إذا أراد تحقيق نمو اقتصادي في شعبة الحبوب. في موضوع آخر وفي مبادرة حاصلة قامت مصالح البريد لولاية جيجل بتكريم مجموعة من المواطنين القاطنين بقرى ومدشر بلدية ولاد عسكر ببوسيف عرفانا لما قدموه من عمل إنساني ووطني نبيل خلال الأشهر الماضية، أين تمكنوا من استرجاع قرابة 200 مليون سنتيم والإطاحة بعصابة قامت بالسطو على مبالغ من المركز. المزيد مع أيمن عبد الرحيم. أربعة من عناصر اللي قاموا بمتابعة عملية المداهمة اللي تمت على مستوى مكتب بريد مواطنين عاديين، قامت القابضة بالاستنجاد بمواطني ولاد عسكر وهبوا مجموعة منهم يعني مجموعة كبيرة، لكن ارتئينا أنه نكرموهم. عندنا construction d'un bureau de poste au niveau de la commune de l'Ansar. Le taux d'avancement des travaux est à 75%. عندنا التسجيل بين مكتبين باردين في كل من بلديات الميليه وولاد يحيى، وكذلك فيه ان بروجي دو كونستركسيون دان بيرو دو بوست او نيفو دو 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 لا لوكاتي دو العقابي هنايا في بلديه جيجل. الى موضوع اخر، تسببت الاضطرابات الجويه الاخيره التي عرفتها ولايه اشلف في سقوط صخور ادت الى غلق كلي لطريق بوشغال، وللمزيد نربط الاتصال مباشره بالمكلف بالاعلام على مستوى مديريه الحمايه المدنيه لولايه اشلف بن صديق العربي. اهلا بك معنا، هل من تفاصيل جديده؟ تفضل. اهلا بكم. تدخلت وحدة الحماية المدنية بابن حواء هذا اليوم على الساعة 7:47 لأجل امتصاص وتصريف مياه أمطار ناتجة عن تعطلها، وذلك بغزارة على منطقة واد بوسين دائرة ابن حواء. مست مدرسة الشهيد كريم طاهر وسط مدينة بلدية واد بوسين وكذا 11 مسكن. للذكر تخللت كذلك عملية التهاطل، فسقط أحجار سدت الطريق الوطني رقم 11 بمنطقة بوشغال، والمصالح المختصة كانت في عين المكان على قدم وساق لفتح الطريق دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية. نعم، شكرا جزيلا لك بن صديق العربي المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية أشلف، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا طوية ورقدة المحلية، شكرا لكم على طيب المتابعة. عودة إليك لميس وبقية الأخبار. شكرا جزيلا.